أول حاجة هو أنه الحمد لله يعني الأقاليم الجنوبية كتطور بشكل كبير، العيون كتطور بشكل كبير، لا في البنيات ديالها، لا في التجهيزات ديالها، لا في المجتمع ديالها، لا في القدرات ديال المجتمع، لا ثقافيا لا معرفيا. بكل صدق أهم ما كيسعدنا بكل صدق وكيشعرنا بالاعتزاز كمغاربة بالنسبة لي أنا واللي كنجي للعيون من 1987 هو كاين واحد التطور كبير، خاصة التطور في المواطنات والمواطنين في العيون، وخاصة الشباب معرفيا وثقافيا، ويعني هذا جيد جدا، وهذا واحد مؤشر كبير على السلامة ديال الوحدة الترابية المغربية وديال الدرجة المهمة من الإدماج ومن الاندماج ومن المشاركة اللي استطعنا نحقو يعني في هاد المناطق، لأن كتبان أساسا في الاستعداد والرغبة ديال المواطنات والمواطنين واساسا الشباب انهم يشاركوا انهم يقراوا ويتعلموا وينخرطوا في جمعيات ويكونوا مقترحين ويكونوا مبادرين ويديروا شراكات ويتناقشوا. ودائما بكل صدق ملي كتوصل لقلمين دائما كتكون موعود بمستوى عالي، انا من خلال التجربه ديالي كفاعل جمعوي كتكون موعود بمستوى عالي معرفي واقتراحي واجتهادي، هذا جيد. ولكن هذا كيسائل كما في المغرب كامل ان اليوم مطروع عنا نجودوا في الحقه الحكامه والسياسات العموميه باش تكون في مستوى ليس فقط يعني تمكين الحقوق ديال هاد الديناميه الاجتماعيه وديال هاد الشباب وهاد الفاعلين، ولكن باش نستثمروهم، لان هذا هو راس المال الاساسيه، الطاقه الاساسيه، باش نستثمروهم ونجودوا الانتاج العمومي ونجودوا الوحده الترابيه ونجودوا التنميه المغربيه ونجودوا النموذج التنموي والنموذج الديمقراطي المغربي. اللي الان دابا مطروح لنا هو كيفاش نتعاونوا اننا نجودوا المؤسسات ديالنا، نرفعوا من الحكمه ديالها، نرفعوا من الموارد ديالها، نرفعوا من الامكانيات ديالها والادوار ديالها باش تكون في مستوى تمكين الحقوق واستثمار هذه الطاقات والرفع من المردود العمومي.